سلام، اهلا بتونس. هيا وينك؟ وصلت للبريكس ولا ما زلت؟ في بالي جبدة من هنا للبريكس، ملا تونس وملا هي تتبختر على رقعة الشطرنج الدولية، وخسرها يتمايل ويدير الأعناق، خطبوها ألف وهي على شكون ترضى. تفد من الاتحاد الأوروبي تمشي للصين، تفد من أمريكا تمشي لروسيا، تفد منهم الكل تمشي للبريكس، وهما الكل شادين الصف وريقتهم سائلة، وكل واحد فيهم يدعي ليلا نهارا باش تونس ترضى عليه وتنضم ليه. وتوا هاي خذت في خاطرها من صندوق النقد وغضبت وهزت دبشها وماشية للبريكس، مجموعة أقوى خمسة دول في العالم في أمور نمو اقتصادي، البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا. تونس باش تهز 2% نمو متاحة وثلاثة آلاف سنة حضارة والمقاربات الجديدة متاع سيادتو وتصدم عليهم. هاي حقا نسيت، لازم نهزوا معانا الكؤوس العالمية والأرقام القياسية اللي خذيناها متاع أكبر شقالة كسكسي وأكبر جودورانج هذوكم، وخاصة البريكس اللي عندنا. هذوكم عندنا منهم بزايد، لازم نهزوهم معانا. البريكس في البريكس، يجي عنوان ممتاز للفقرة، رغم اللي في قرارة نفسي نعرف اللي هما اللي باش يهزونا مش العكس. برافو تونس، صحيت، تبعي البريكس، أستحي البريك دانس معاهم ودوري على راسك باش مبعد تجيك لطخة على قد التواضع متاعك. فما كلمة واحدة تعبر على عقليتك وممارساتك في الآونة الأخيرة، أما ما تقالش في الراديو. لذا سأكتفي بالقول أنه كان باش تتكتب حكايتك نهار آخر في التاريخ، بتكون في سلسلة قصة وعبرة للأطفال وعنوانها عاقبة الغرور. أي بالضبط كما قصة الضفدعة والثور. صحيح، لا والله زيد، النفع ربي، خاطر الجهل مش عيب، الكلنا جهال في أغلب الميادين، والبهامة زادة مش عيب، تصير في أحسن البلدان. أما كي يتكتلوا الجهل والبهامة مع صحة الرأس وسوء النية، أو في رواية أخرى تبلعيت، وتزيد معاهم الغرور، تولي حالة ما يقوس منها، لعات ينفع فيها لبريكس لا تاجين. وقتها لازم الواقع والقدر والزمن يتكتلوا هما زادة ويهبطوا عليك بمرتدة ولا زوز باهي، فماشي ما تفيق ولا تدوخ مرة واحدة انت وقدرتك على التحمل وقتها، خاطر البريكس يعشقوا نطيح، يشيخوا كي يبداو يسطعوا في ريوسهم ويوخروا ويعاودوا يسطعوا. اما انت تونس على حد علمي وحسب اخر ميزاجور عندي، انت لست باركوسا ولست معزة كذلك، فلماذا تركت العقل وحيدا وسرحت في البراري مع البريكس؟